ينضم إلينا من بيروت مباشرة هشام الناطور خبير تكنولوجيا المعلومات. سيد هشام، بعد التحية، يعني كيف غيرت الحرب على غزة ولبنان من مفهوم الحروب التقليدية بمعنى المواجهة بين الجيوش على الأرض إلى حروب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ مساء الخير لك للمشاهدين. مساء النور. أول شيء مثل الحروب بطلت حروب جغرافية أو حروب أيديولوجية أو حروب عسكرية، حتى صار الاعتماد الكلي على الحرب التكنولوجية وحرب الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. نعم. نقدر نحن هذا الشيء من خلال الأرقام اللي عم بتصير عنا بعدد الضحايا بيننا وبين إسرائيل. على سبيل المثال، نحن خلال سنة حرب بين لبنان وإسرائيل هناك يعني آلاف المصابين والضحايا والأهداف اللي صارت، بينما عم نحكي نحن حصرا بين لبنان وإسرائيل، بينما صفوف القتلى عند الإسرائيليين أو الجرحى يعني يمكن لم يتجاوز المئات بخصوص حرب لبنان وإسرائيل. هون نحن بنشوف أنه دور التكنولوجيا عم بيساعد الجيوش، خاصة أنه تقلل اعتمادها على العامل البشري وتقليل خسائرها البشرية. ومن ناحية أخرى، البديل التكنولوجي الجديد عم بيكون أيضا خفيف التكلفة لعدة أسباب، منها أول شيء على سبيل المثال المسيرات اللي بتعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كلفة صناعتها مقارنة بين أنه جيوش تتحرك ومعها عديد وعتاد، والكلفة العسكرية حتكون أعلى بكثير. فصارت الحروب عبارة عن مسيرات، وعم نشوف هذا الشيء نحن بطبيعة الحال بين روسيا وأوكرانيا. أوكرانيا عم تستعمل مسيرات وروسيا عم تستعمل مسيرات، هذا كله نظرا لانخفاض كلفة تصنيعها. هلأ بما يخص التقنيات اللي عم بتم استخدامها بهذا المجال، هي صراحة تقنيات عديدة جدا ومرتبطة ببعضها، يعني ارتباط ما في تفرقة فيه، لسبب انه جميع هاي الحروب تعتمد على تحليل البيانات نعم. اللي تم جمعها عبر سنوات من المراقبة والمسيرات واختراق الخطوط الأرضية لشبكات الهواتف الأرضية والخلوية والمكالمات اللي عم بيتم اختراقها إجمالا. فهذا الشيء عم بيكون يعني مربوط ببعض البعض، عم بيؤدي لتحليل اللي احنا بنقولها بيج داتا، المعلومات الكبيره او المعلومات يعني كم هائل من المعلومات، وبيتم توظيف الذكاء الاصطناعي لاختيار اهدافه بناء نعم. على التعليم طيب، اللي يعني اخذه سيد هشام، العامل يعني مع البشري. وضع إسرائيل لحماس وحزب الله في دائرة استهدافها، فإنها عملت على الدمج أو المزج بين البشر والذكاء الاصطناعي، بمعنى أنه بيتولى الذكاء الاصطناعي مهمة تحديد الأهداف ومراجعتها وتعقبها، ويقوم البشر بمهمة التنفيذ عبر القصف بالطائرات. يعني اشرح لنا ذلك بشكل تكنولوجي. هلا بطبيعه الحال يعني بدنا نضوي على كذا اشياء ضروريه لازم نحكي فيها، انه التقنيات مثل تقنيات لافندر او وحده لافندر اللي انشاتها اسرائيل لهدف مراقبه الاشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت وجمع المعلومات عنها، ومن ثم دمجها بتقنيات اخرى مثل جاسبر واللي هي ايضا يعني وحدات مراقبه وتقنيات مراقبه. مشكله استخدام التكنولوجيا بالحروب هي انه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عنده هامش خطأ كبير. يعني مثلا الذكاء الاصطناعي اول شيء لا يعتمد على العواطف ولا يعتمد على تأجيل الضربات والاهداف، اما اذا كان الموضوع بيعتمد على العامل البشري فممكن هناك يكون في تسويات سياسيه. يعني نحن عم نحكي مع آلي يتم تدريبها وتعليمها واعطائها كم هائل من المعلومات لتحليل وتنفيذ مهمتها. اذا بنلاحظ نحن عدد المصابين بفلسطين جراء هذه التقنيات تجاوز على ما اعتقد ال 45 الف او 50 الف. فهذا هون نحن بنشوف انه في عشوائيه بالتعامل مع الداتا اللي عم تنعطى للمسيرات ان كان باستهدافات معينه. هلا في حالات معينه عم بتم فيها جمع معلومات والتدخل البشري عن بعد للقيام بالضربات، يعني مثل ما شفنا اغتيال امين عام لحزب الله
كان بناء على معطيات بشريه وعامل بشري ومراقبه حثيثه على مدار اشهر تم جمع فيها معلومات، وهذا كان يعني عمليه اغتيال منظمه وقصف منظم. اما نعم الاغتيالات اللي عم بتصير اجمالا عم بتم ممكن فيها استهداف مدنيين فقط لوجود رابط بينهم وبين احد المستهدفين، لمجرد انه مثلا كان في هناك صله وصل على مواقع التواصل الاجتماعي او على محركات البحث او على الداتا اللي تم اعطائها نعم لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. نعم فهون نحن عم نشوف في ممكن يكون في هامش من العشوائية، هامش من التسرع بتنفيذ الضربات والاغتيالات، هامش من يعني أهداف خاطئة ممكن تكون، ويعني نعم أهداف. سيد هشام أناطور خبير تكنولوجيا المعلومات. سيد هشام، يعني إذا ما تحدثنا عن الأنظمة التكنولوجية أو أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها إسرائيل، بنجد أن منها لافندر، جوسبل، أين أبي أو ويرز دادي، كل نظام منهم له اختصاص معين، سواء بتحديد مباني أو أهداف بشرية أو بتتبع المستهدفين في منازلهم العائلية استعدادا لقصفهم. يعني وضح لنا الفروق بين هذه الأنظمة وخطورة كل منها. نعم، أول شيء عزيزي مثل ما ذكر بالتقرير، إنه مثل ما حضرتك كمان ذكرت، إنه كل وحدة فيها لها تخصص بنوع الاغتيال أو الاستهداف اللي عم بيصير. على سبيل المثال نحن اللي عم نشوفه بلبنان آخر كم شهر، ومن الاستهدافات ومن القصف اللي عم بيصير إما عن طريق طائرات الـ F-35 أو يعني الاستهدافات الدقيقة اللي عم بتصير أو عن طريق المسيرات، يعني مثل كأنه الأهداف موجودة مسبقاً ومعروف الأهداف ومعروفة ومحللة جيد جدا بطريقة دقيقة جدا. أول شيء هذا الشيء بيعود لأنه إسرائيل صار لها من سنة 2006 عم بتسير مسيرات فوق لبنان، عم بتم جمع معلومات جغرافية دقيقة جدا، ومثل ما ذكر بالتقرير عن التقنيات اللي بتجمع معلومات عن الأراضي والطبيعة الجغرافية اللي بالأراضي والتغييرات اللي صارت بالمباني مثلا اللي موجودة بهي الأراضي والتحصينات. بنفس الوقت إسرائيل عندها مسيرات تعمل بتقنية اللايدار. اللايدار هي عبارة عن ليزر، يعني إحنا نحكيها باللغة العامية أكثر، رادار بتقنية الليزر، يقوم بمسح الأسطح، عنده القدرة إنه يقدر يعرف شو في موجود بعمق معين تحت الأرض، هل تم حفر أنفاق، هل تم وضع يعني أسلحة أو ذخائر بمحلات معينة. وهذا الشيء عم بيتم يوم بيوم وساعة بساعة من قبل إسرائيل. نحن من سنة 2006 مسيرات عم بتطير فوق لبنان، عم بيتم فيها جمع كل هالبيانات وكل هالمعلومات، ومؤخرا أكيد تم يعني فينا نقول فلترة هاي المعلومات وانتقاء منها الأهداف المشبوهة والأهداف المؤكدة منها، وتم التعامل معها إما عن طريق ضربات بسلاح الجو أو عن طريق المسيرات اللي هي يعني بطبيعة الحال مسبقا عندها المعلومات، يعني تم غربلتها وفلترة هاي المعلومات وإعطائها لهاي المسيرات. أما عن تقنيات أين هو أبي، بعتقد هيك التقنية، ويرز ماي دادي، يمكن التقنية هاي بتعتمد أنه ما يتم فيها إصابة عدد كبير من المدنيين على سبيل المثال، إذا كان في هناك شخص مشتبه فيه أو مطلوب أو يعني محطوط على لائحة الاستهدافات أو الاغتيالات، يتم تعقب هذا الشخص عن طريق ممكن مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن عن طريق الهاتف الذكي اللي بيحمله بإيده، أو عن طريق اللوكيشن اللي عم يتم التنقل فيه، ومن ثم بيتم توجيه صاروخ موجه نحو الشقه السكنيه اللي بيسكنها او يعني المكان السكن اللي هو فيه. فهون بتكون هاي الضربه نوعيه، وعلى ما اعتقد شفنا من بحدود اسبوع يمكن او اكثر شوي اول ضربه بتصير بالعاصمه بيروت، كانت ضربه موجهه ومحدده على شقه بمنطقه الجولة اللي هي تعتبر يعني نحن للاسف انه صرنا بوقت ما بقى معروف وين الضربه ممكن تكون. هاي الشقة كانت عم بتم استخدامها من قبل أعتقد يعني جماعات تابعة لحماس، نعم فكان استخدام مباشر عبر المسيرة. يعني حرفيا إذا بتشوف المبنى والطابق اللي تم استهدافه، الطابق لحاله بس مدمر، اللي فوق واللي تحت أضرار طفيفة جدا، يعني ممكن ترميمها بأي يعني بكلفة بسيطة جدا وإكمال الحياة فيها.
عم بتكون ضربات جدا، يعني عم بيكون في عندها كم هائل من المعلومات، عم بيكون في عندها كم هائل من تحديد المواقع واستهدافها عبر المسيرات. وهي على العلم كانت هاي الضربة موجهة من قبل مسيرة، مش طيران يعني. نعم حتى يعني عم نشوف نحن حتى صار عندها استطاعة باستهداف بحمل صواريخ تؤدي لهذا الدمار والاستهداف الموجه داخل الشقق حتى. فأكيد هاي التقنيات كلها عم بتم استخدامها، نعم إلى جانب اللافندر اللي هي مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة الأشخاص المستهدفين والأشخاص اللي عم بيتم التفاعل معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد أهمية هذا الشخص بالنسبة للمستهدفين، وأهمية وتحديد العلاقة اللي بتربط هاي الأشخاص ببعضها. فهون ممكن إنه يكون عندهم رابط لحلقات بشرية أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودراسة أهداف جديدة ممكن يتم استهدافها بالمستقبل من قبل هاي التقنيات اللي بتاخذ أوامر، يعني اللي بيعطوا أوامرها للطيران وسلاح الجو نعم والعساكر نعم اللي يتخذوا طب يعني القرار. سيد هشام، وفقا لتقرير نشره الموقع الإسرائيلي 972 ماجازين بلاس، هذه النظم تساعد القوات الإسرائيلية على تحديد من يجب استهدافه مع تدخل بشري ضئيل للغاية في اتخاذ القرار. إلى أي مدى يمثل ذلك خطورة في ضعف أو نقص العنصر البشري والاعتماد بشكل أكبر على هذه الخوارزميات أو هذه البرامج التكنولوجية للذكاء الاصطناعي في قصف عشوائي أو زيادة عدد الضحايا بشكل مبالغ فيه كما نشاهد؟ صحيح. طبعا هذا الشيء له مخاطر كبيره جدا، اول شيء من ناحيه الاخلاقيات الدوليه والقوانين الدوليه اللي عم بتم سنها لحتى الاستخدام فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي باتخاذ القرار. يعني نحن مثلا على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي ممكن انه يعطيك احكام معينه ضمن جريمه معينه بالقانون، ولكن ما في هو يعني اذا تم هو الحكم صدر الحكم عن طريق الذكاء الاصطناعي سيكون مجرد من العاطفة مثل ما ذكرنا بأول المقابلة، سيكون مجرد من الحنكة البشرية اللي ممكن يتعاطى فيها، رح يكون مستثنى فيها الظروف الإنسانية والبشرية والظروف الجغرافية لهي الأشياء. فنحن هون عم نواجه كارثة صراحة بالإخلاقيات يعني في استخدام خاطئ جدا للذكاء الاصطناعي بهذه الأحوال، مثل ما عم نشوف بفلسطين في اصابات، يعني مثل ما ذكرنا اعداد الشهداء واعداد الضحايا والمصابين تجاوز يمكن 50,000 من صحيح سنه لهلا. نعم، فهذا ويتم الشيء قصف أيضا يعني أماكن محرمة دوليا أو بالقانون الدولي في الحروب مثل خيام النازحين وأيضا المخيمات الخاصة بالمنظمات الأممية. صحيح. لهذا السبب ممكن هاي الهجمات عم بتكون باعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي، لأنه عم بيقوم بتوجيه ضرباته نحو أشخاص بنظره هو أنه هم مطلوبين أو مستهدفين ضمن يعني المعلومات اللي هو عنده إياها، ولكن نعم بنفس الوقت عم استهداف هذا الشخص عم بتم الحاق الضرر بالمحيط اللي هو فيه، ومثل ما حضرتك ذكرت مراكز ايواء، مستشفيات، ممكن تكون خيام للنازحين. فعم بيؤدي هذا الشيء يعني استخدام خاطئ جدا ومنافي للبشريه والقوانين الدوليه نعم بموضوع يعني الذكاء الاصطناعي والقوانين اللي عم تمام. طيب بتستخدمها. يعني في عام فلهذا الشيء 2021 صدر كتاب مهم للغاية بعنوان فريق الإنسان والآلة عن كيفية خلق التآزر بين الإنسان والذكاء الاصطناعي الذي سيحدث ثورة في عالمنا. هذا الكتاب مؤلفه هو العميد واي اس، ويعتقد أنه قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية النخبوية 8200. يعني إلى أي مدى بترى أنه إسرائيل كانت بتستبق يعني هذه الحرب بالوصول إلى آلية أو كيفية أو استراتيجية يمكن فيها الاعتماد على الآلة في حروبها المستقبلية، وهو ما تحقق الآن في حربها على غزة وفي لبنان؟ صحيح. للأسف عزيزي نحن إذا بنشوف الفارق بين الدول العربية إجمالا وإسرائيل بكيفية التعاطي مع التكنولوجيا، بنشوف إن إسرائيل من زمن بعيد عندها مهارة بصناعة أجهزة التجسس، عندها مهارة بضرب خطوط إنتاج المنتجات، يعني هي مواكبة لعالم التكنولوجيا من زمان كثير. هي مهارة بالفعل أكيد لكنها بتستخدم استخدام خاطئ، يعني هذا هو الوجه الآخر ما لاستخدام في شك، التكنولوجيا.
صحيح، ما في شك اكيد. هلا نحن لانه يمكن عم نوضح شوي، يطلع الحكي شوي مش بمحله، بس لانه هذا الواقع صراحه، وعم نحكي بموضوع يعني شوي تكنولوجي، وعم نجرب ننقي فيها كلمات يعني صحيح. مفهومه طب هذا يعني المفروض سيد هشام، إلى بالتفكير. أي مدى بيفرض هذا الواقع ضرورة أن نعمل نحن كعرب أيضا على فهم الآلية المضادة للاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، كيفية الرد، كيفية المواجهة على نفس القدر من التفوق التكنولوجي؟ صراحة كدول عربية يعني نحن عندنا ما يلزم من الكفاءات العلمية والتكنولوجية والشباب المتدرب والمتعلم بهذه التقنيات. يعني صراحة بيلزمنا إنشاء مراكز، يعني حتى مش ضروري استخدامها للاستخدام العسكري، ولكن فينا نستخدمها بحياتنا اليومية لتسهيل حياة الناس. يعني فينا نستخدم هاي الكفاءات بإنشاء مراكز، بإنشاء وحدات لتحليل البيانات والمعلومات، لتحسين جودة المعيشة بأي شيء كان، إن كان بمعاملات الحكومية وإن كان ب يعني جميع تصرفات الأفراد. ولكن إذا بنجي نحكي بالشق العسكري، صراحة الدول العربية تنفق يعني تنفق مبالغ كبيرة من ناحية التمويل العسكري والسلاح والتسلح. فأكيد لازم، يعني مما لا شك أنه لازم يكون عند كل دولة عربية على الأقل وحدات تتابع مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. إحنا عم نحكي هون لجمع المعلومات، عم نحكي لمراقبة إذا كان في، يعني دائما نحن بعالم التكنولوجيا الحلو فيه أنه الذكاء الاصطناعي خاصة، أنه ممكن يعطي تنبيهات مسبقة وتحذيرات مسبقة لإمكانية أي خطر أن يكون جاي على الطريق. فأكيد نحن فينا نستعمل هاي القصص، فينا نعمل وحدات خاصة بهاي المواضيع، فينا نعمل وحدات خاصة لجمع معلومات عن أو تتبع ممكن خلايا إرهابية نايمة بالبلدان، ممكن تكون يعني تجمعات تهدف نعم، للعبث بالبلاد. فأكيد لازم الدول العربية تكون بهذا المجال، وتكون يعني نحن عم نشوف بلدان عربية مثل مصر مثلا عم يدعي بعتقد رئيس مجلس الوزراء لإنشاء مراكز ضخمة للبيانات، عم بيتم فيها دراسة مواضيع كبيرة جدا تحسبا بالمستقبل لأي ممكن يعني أي موقف ممكن تواجهه البلد. عم نشوف كمان نعم بلدان ثانية مثل الإمارات السعودية عم بتم فيها صراحة يعني عمل جبار بموضوع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. نعم شكرا لك سيد هشام الناطور، خبير تكنولوجيا المعلومات، متحدثا إلينا من بيروت.